محمد صلاح كمان كان حريص جدا ان هو يوجه الشكر لجمهور ليفربول، وكمان نشر صوره من الاحتفالات، احتفالات ليفربول بعد الفوز بدوري الابطال. صلاح كتب على حسابه الشخصي على تويتر: امبارح كان يوم اكتر من واقعي، شكرا لكل واحد خلى مدينه ليفربول كانها ملعب الانفيلد. وطبعا صلاح كان يقصد اجواء طبعا التشجيع الكبيره جدا للجمهور، كانت اجواء خرافيه في ملعب انفيلد واللي انتشرت طبعا في كل مدينه ليفربول الانجليزيه.